مشاهدين قناة أنفاس تيفيك، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اللي عنده عنده. ضيف ديال هذه الحلقة، ضيفة ديال هذه الحلقة، الفنانة الكبيرة في العطاء، وصلت حتى للنصف النهائي في برنامج ديال المواهب، وشاركت في سيتكوم اللي ضحكنا معاها. بغيتكم ترحبوا معايا خديجة قطاي. السلام عليكم. دابا اللي كيجي عندك عندك وما كانش عنده ما يجيش عندك. واخا ما عندوش يجي مرحبا. شكرا بزاف على الدعوه، وجد سعيده انني نكون حاضره. حنا سعداء. ربي يخليك. لك بربي. ياك بخير. كي وصلتي؟ بخير. بلا ما تسول على كي وصلتي. كيفاش كانت البدايه ديال خديجه قطاي؟ دابا هذه واخا كتكرر ديما، ولكن راه فعلا بدات من الصغر. زعما كانت البدايه من الصغر. كنت كنقلد اي واحد جا عندنا للدار، كنت كنضحك مع الدار، كندير لهم سبيكتاكل على راسي زعما بوحدي في الدار بيني وبينهم. نشطم مالين الدار. الجمهور الوحيد كان هو الدار. من بعد ملي كبرت قلت واقيلا عندي واحد الموهبه خصني نسقلها، ومن تماك بديت كنقلب على فين خصني نسقلها بشي حاجه اللي بروفيسيونيل. من تماك بديت كندير لي ماستر كلاس ديال الضحك. دونك انا ما جايش داخل الدومين هكاك، زعما داخل بدرايه وبافكار وبقرايه، دايره فورماسيون في الضحك. وبغيت اسمح لي، مش مشكل. واش من الاقارب والعائله واش كانوا حابين ديك الفكره ديال الكوميديا ديال الضحك؟ واش كانوا ما كانوا كيعاونوك ولا والو؟ في الاول كانوا باغينها ملي كنت صغيره وما كنتش دايره الزيف وشحال من حاجه. مي ملي دابا انا ما قررت انني نمشي في هاد الدومين زعما بطريقه زعما احترافيه بروفيسيونيل، زعما نبدا وندير لي ماستر كلاس وداكشي. تا درت الزيف ولاو كيقولوا راه واقيلا ما غاديش تنجح، راه ما يمكنش تضحكي بالزيف، راه زعما غيكون هذا واحد التحدي بالنسبه لك. مي الحمد لله حنا كنا تبارك الله راه ضحكتي بالزيف وبلا زيف. فوقاش بديتي الكوميديا؟ زعما بروفيسيونيل. بروفيسيونير دو دي بي طو. المهم بروفيسيونير كانت في 2017. كنت بديت اول ماستر كلاس على يد اوسكار سيستو، كان هو اللي كيدير لا ميزون سان ديال باقي حيت اوسكار. باقي حيت كيدير لا ميزون سان ديال ستار اكاديمي ديال فرنسا. تبارك الله. وهو اللي الصراحه كان ليه الفضل الكبير بانني نبدا بطريقه مزيانه، زعما كيفاش نوقف فوق لاسين، كيفاش الكاغ نتريتيه، كيفاش ندير ليه لي سيتياسيون عند نطلق لاشوت في الاخر. دونك هو كان لي الفضل، هو كل شيء زعما، هو اللي بدا معايا بديه مزيانه، اللي خلاني انني من بعد قدرت انني نوقف في ستاند اب ونوقف اورانج طانوت وبزاف ديال. تبارك الله لك. واش عمرك تعرضتي لابتزاز؟ لا 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 لا، كان حتى الزمن اختي ولا شي حاجه كتقول لي ديري لي شي حاجه وندير لك. شنو هو الحلم ديال خديجه قطاي؟ فين باغا توصل؟ كنحس براسي باقي ما عطيتش بزاف في لاسين، ماشي فيديوهات، في لاسين. الحلم ديالي هو انني نوصل لاي فرد، سواء صغير سواء كبير، في المغرب. عاد ديك الساعه نشوفوا العالم العربي، عاد نشوفوا العالم. تبارك الله. حيت كنشوف دابا كنكون حاضره مثلا في دي زيفينمون هكا، وكنشوف دي زارتيست فريمون كبار، ولا كانوا كبار بحال مثلا خير زعما مثال هو رشيد الوالي. دابا رشيد الوالي ملي كيمشي لشي بلاصه الصغير والكبير كيحتارمو. تبارك الله. وكتقول زعما خاصني بعدا نوصل لهذاك المستوى هنا في المغرب عاد نشوفوا. تبارك الله. ومن جبتي رشيد الوالي كانت مشاركة ديالك في واحد رمضان، في واحد السيت كوم ديال قيصرية أوف. حكينا على التجربة ديال السيت كوم، على التعامل ديال المخرج الممثلين زعما خديجة قطاي يلاه بادية، زعما واش كانت زعما العنصرية ولا كانوا بحال؟ احكي لينا. أول حاجة بعدا كيفاش جات التجربة، جات من فيديو ديالي أنا لحتو في لاباج فيسبوك، وصل بزاف ديال الناس. تبارك الله. من بينهم رشيد الوالي. رشيد الوالي وهشام حتى هو الوالي اللي خو. تبارك الله. شاف الفيديو قال فوالا حنا بغينا هذا الكاركتر اللي لعبتي به هذا الفيديو هو اللي يكون الكاركتر ديال عادله. تبارك. اسمح لي راه جايه مريضه. مرحبا. دونك ملي شافوا ذاك الكاركتر قال هو اللي خصو يكون الكاركتر ديال عادله. جيت درت كاستينغ. كانوا معايا ناس اللي داروا كاستينغ، كنت متفوق شويه في الكاستينغ بحكم ان هذاك هو الكاركتر اللي زعما انا كنتقنو من بين لي كاركتر اللي كنتقنهم.
وصافي عيطوا لي وبدينا رزقت تبارك الله رزقك فيديو علاش علاش اي واحد كيكون باغي زعما يدير هادشي ديال الضحك كنقول ليه بدا بعدا وصل وصل داكشي اللي اللي كدير الناس في لي ريزو سوسيو عاد ديك الساعه راه غادي يجيوك من تماك خدام. وسمعنا انك كتقلدي مجموعه من الشخصيات وشنو واحد الفيديو تشارتي بواحد الشخصيه ديال فاتحه تقدري تقلدي علينا دابا؟ نقدر نقلد لك. سولني شي سؤال وانا نجاوبك بفاتحه الصوت ديال فاتحه. سولني اي سؤال سيري من عندك وقول انت مالك اخويشك بحال بغيتي تجرب عليا وقلنا شي سؤال حنا غنجاوبك ما عندك حتى شي حاجه ديال العيب. باش غتغدى اليوم؟ والله ما عرفت على حسب الدرج دايرين فهمتي حتى انا ما كنطيبش مره كندخل نشوف داك الشيء واش هو هذاك ندوق البنه ونخرج. تقدري تقلدينا خيزوز خيزوزو خوزو الله يخليك خوزو عطيتي التسميه باش نلقاها تعبت عليها بزاف تبارك كان واحد الكاركتر في دربنا هو اللي خديت منه داك قلدي لي خوزو هو راجل فاتحه يلا دونك بحال سميت خويا ما لقاش عندك شي صرف 10 قضيه ناشفه شي 10 صاحبي ما عندكش ما عيقتش كيناش دريال تاخذيها تيش دري لي شي دير لي راه 10 وما دايره ليا والو تبارك الله عليك. كاينه شي حاجه اخرى غير خوزو وفاتحه؟ كاينين بزاف ولكن ما كنحرقهمش في لي زانترفيو كنخليهم نخدم بهم فيديوهات تحرقيهم والبومبيه ما كاينينش اللهم خلي انت فهمتي. اكثر مبلغ خديتي شحال القدر ديالو؟ انت تقدر تقولها؟ لا نقدر نقولها انت عندك زيد ما خلص انا ما نقدرش نقول مي كتوات غتخسر لي خدامي جايين وغت اللهم تبقى فيهم بركه. لا لا داكشي عرفتي شنو دابا ملي كتقول اكثر مبلغ كيقول واو السيده راه تخدم مع ويا راه زعما داك المبلغ ضربتيه مع 3 سنين ولا مع 4 سنين فهمتي كاينه دونك هادشي اللي كاين. اصعب انتقاد تعرضتي لي؟ اصعب انتقاد صار ما عقلاش على شي حاجه زعما اثرت فيه شي انتقاد ولا شي كومونتير حيت كتعرف حنا دابا ملي كنبداو في لي ريزو سوسيو بحال شويه بشويه كتبدا تربي مناعه كيولي بنا كتولي تشوف سبان وكتقول كتبدا تضحك بحال كتولي عندك اعاقه في المشاعر كيفاش تغياج مع داك الكومونتير وكيفاش كتعاملي مع الانتقادات في المجال الفني؟ ما كنتعامل معاهم حتى شي زعما الا كان انتقاد بناء كنسمعوا من الناس لي بروفيسيونيل في الدومين اما صراحه ما كنتعرضش بزاف زعما كنشوف لي كومونتير كيكونوا زعما لا بليبار كيكونوا دي كومونتير زوينين حنان فهمتي وحتى الا كان شي انتقاد كنقول عادي زعما خليهم داوين الله يخليهم داوين راه شنو هو شي واحد من الاقارب ولا شي فنان اللي تقدر تقول لي خيرك ما نساش من زعما خير وما نساش دار فيا بليزير واعر واعر كبير زعما حتى واحد انا نقول شكرا لي انا كاين زعما هما كاينين شي فنانه اللي بداو مع خديجه من الاول ولكن في النصائح زعما كانوا بحال الاخوه ليا من بينهم مهدي شهاب تحياتي سيف الدين ستيف هاد الجوج كانوا من بين الناس اللي زعما فيما كتجيني شي خدمه كنعيط ليهم كنبغي ندير شي حاجه كنعيط ليهم كتشاوري كنتشاور معاهم مي زعما اللي شد بيدي النهار الاول ما كان انا شديت بيدي براسي شديت فراسي وقلت يلا راسي نشق الطريق. تبارك الله عليك خديجه ربي يخليك شكرا. شي كلمه تقوليها للجمهور ديالك والجمهور ديال انفاس تي في اللي كيتابعنا؟ كنبغي نشكر اي واحد دعم خديجه قطاي من النهار اللي بدات في الماستر كلاس في 2017 لدابا حيت واخا انا كنت بديت في ماستر كلاس كانت واحد السين درتها في مراكش دوغيغ وتبارطاجات ومن تماك بديت كنقول فوالا راه هادشي اللي كندير ما بقاش زعما كيعجب غير لا فامي ولا كيعجب حتى الناس دونك من تماك بحال تحفزت الناس اللي بداو معايا واللي دعموني من 2017 لدابا شكرا لكم بزاف وكنتمنى يبقى هاد الدعم متواصل حيت فريمون دوك الكلمات الزوينين ودوك الكومونتيرات الزوينين هما اللي كيخليو اي واحد كيدير شي حاجه سواء كيمثل سواء كيغني سواء كيضحك يكمل سينو الا بقى بزاف كيتعرض للانتقادات وكيتعرض زعما كيشوف دي كومونتير خايبين كيحبس وكيستوبي مع العلم بعد الخطرات كيكون في الاول
غير ما بداش بديا مزيانه، مي هو راه عنده زعما لي كومبيتونس انه يقدر يعطي اكثر. دونك شكرا بزاف لاي واحد دعمني، شكرا لعائلتي، شكرا لصحابي، شكرا صحاباتي، هادشي اللي كاين، وشكرا للتتبع ديالكم، شكرا لجمهور انفاس تي في. كما شاهدتم مشاهدينا الحلقه مع خديجه قطاي دازت زوينه، فيها بزاف ديال العفويه. نضربوا لكم موعد مع حلقه اخرى مع فنان اخر. الله يعاون.